السلام عليكم خواتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. مرحبا بكم في الفيديو الجديد، ولكن قبل بدايته لا تنسوا الصلاه على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه افضل الصلاه والسلام. مرحبا بكم في الفيديو الجديد، والذي من خلاله راح نشارك معكم اخر اخبار محترفينا والمنتخب الوطني الجزائري، بالاضافه اعزائي الكرام الى انه راح نشارك معكم اخبار في غايه الاهميه سنتعرف عليها ان شاء الله في الشطر الثاني من هذا الفيديو، وايضا عندنا اخبار جديده بخصوص قضيه المدرب الوطني جمال الماضي مع المنتخب الوطني الجزائري والاتحاد الجزائري لكرة القدم. كاين جديد اعزائي الكرام بخصوص هذه القضية راح نبارطاجيها معكم في هذا الفيديو، فابقوا معنا. وإذا كنتم تشاهدون للمرة الأولى رجاء لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات، ولا تنسوا متابعتنا عبر حساباتنا السوشيال ميديا الانستغرام الظاهر أمامكم. حاليا ندخل إلى صلب الموضوع ونتكلموا اعزائي الكرام عن قضية وليد الركراكي، وكذلك أيضا لاعب منتخب الكونغو الديمقراطية وقائدهم ألا وهو مبيمبا. في الآونة الأخيرة اعزائي الكرام حدثت قضية بين هذين الرجلين، وطبعا الاتحاد الكونغولي لكرة القدم راح اشتكى ضد الجامعة المغربية والحكم الذي أطلق بعض التصريحات التي كانت سوقية صراحة، مثل ما أكدت لنا الاتحادية الإفريقية لكرة القدم تجاه هذا اللاعب مبيمبا. ومن بعد اعزائي الكرام تم معاقبة وليد الركراكي بغرامة مالية وإيقافه من بعض المباريات. من بعد الجامعة المغربية واش دارت خاوتي؟ يعني راحت تستأنف هذا القرار. وطبعا القضية لم تنتهي هنا، بعدما استأنفت الجامعة المغربية هذا القرار اعزائي الكرام، وليد الركراكي حذفت له جميع العقوبات، وبالتالي بعدما سمعت الاتحادية الكونغولية لكرة القدم اعزائي الكرام هذه الأخبار، اليوم اعزائي الكرام عازم الاتحادية الكونغولية لكرة القدم وذلك بشكل رسمي بها تصعد هذه القضية إلى محكمة التحكيم الرياضية الطاس. لانه في البيان اعزائي الكرام الظاهر امامكم اكدوا باللي انه وليد الركراكي يعني قام باعترافات تفصيليه يعني بخصوص ما جرى في تلك اللحظه بين مبيمبا وكذلك ايضا وليد الركراكي. فلهذا السبب الاتحاديه الافريقيه لكره القدم عاقبت وليد الركراكي، يعني وليد الركراكي هو الذي كان سببا في ذلك الجدال. وبالرغم من هذا المدرب اعزائي الكرام وليد الركراكي اعترف، اخذ عقوبات، ولكن بعد استئناف الجامعه المغربيه سمحوا له. فكي سمحوا له هنا الاتحاد الكونغولي لكره القدم اعزائي الكرام واش قال؟ قال راح نطلع الى الطاس باه نجيب حقي بكل انواع الطرق. صراحه يعني حاليا ما بقاش حل اخر بالنسبه للمنتخب الكونغولي الا الصعود الى المحكمه التحكيم الرياضيه الطاس. وانا كي قلت لكم سابقا باللي انه هذه كانت فقط مسرحيه من طرف الاتحاد الافريقي لكره القدم ضحكتوا عليا، ولكن ها هو البيان هذا يؤكد باللي انه وليد الركراكي هو الذي كان سببا في ذلك الجدال، وهو الذي كان سببا اعزائي الكرام في هذه البلبله كلها. وطبعا لو كان ما كانش سبب لكانت الاتحاديه الافريقيه لكره القدم تعاقب مبيمبا ولا تعاقب وليد الركراكي. ومن بعد كما قلنا صارت مسرحيه، داروا له فقط عقوبه واحده من بعد استأنفوا، لانه المباراه الخاصه بمنتخب المغرب الاخيره اعزائي الكرام او الثالثه في الجوله الثالثه يعني ما كانتش مهمة بشكل كبير جدا، لأنه ديجا كان قالي فيه لدور ال 16. ففهمتوا أعزائي الكرام كانت مسرحية كبيرة جدا، والاتحاد الكونغولي لكرة القدم ما راهش باغي هذه المسرحية تنتهي، بل أنه يريد فضحها عالميا مع محكمة التحكيم التابعة للطاس اللي منفصل على الكاف والفيفا، يعني حبت توصل الصوت نتاعها إلى هذه الهيئة. فسننتظر وسنرى ماذا سيحدث. أما بالنسبة لوليد الركراكي صرح بواحد التصريح أعزائي الكرام غريب جدا في الآونة الأخيرة، أين أكد قائلا حزنت لخروج المنتخب المصري من البطولة لأنهم أشقاؤنا، لكن الأمر لا يهم كثيرا، ما يهمني هو منتخب المغرب، وشخصيا لا أهتم بفكرة اللعب من أجل رفع راية العرب، لكننا نلعب فقط من أجل المغرب. يعني هنا بالنسبة للناس اللي كانوا يشجعوا المنتخب المغربي، هنا وليد الركراكي اعزائي الكرام ماذا يقول؟ بالحرف اعزائي الكرام وبالصوت والصورة راه يقول باللي انه ما راناش نلعبوا من اجل العرب، يعني فقط هو باقي المنتخب الوحيد العربي في هذه البطولة، راه قال لك احنا ما راناش نلعبوا يعني باه نشرفوا العرب في هذه البطولة أمام المنتخبات الإفريقية واللي هي أجنبية مش عربية اعزائي الكرام، قال لك لا أنا راح نلعب باسم المغرب وفقط. وطبعا هنا تاكدوا باللي ان المنتخب العربي الوحيد اللي كان مشرف العرب في بطولة يعني بطولة كأس أفريقيا في دور 16 هو المنتخب الموريتاني. اللي خرج اليوم اعزائي الكرام اخر من خرج يعني من بطوله كاس افريقيا، وقبله كان المنتخب المصري. فهنا وليد الركراكي راه يقول يعني ما رانيش محتاج التشجيعات نتاعكم بهذه التصريحات اعزائي الكرام، وراه يقول بلي انه فقط انا راني راح يعني نلعب باسم المغرب وليس باسم العرب. فما هو رايكم انتم في صندوق التعليقات؟ نتمنى اعزائي الكرام تعلقوا لنا يعني بطريقه مثاليه بخصوص هذا التصريح، ولكن بطريقه محترمه رجاء. حاليا ننتقل إلى جديد قضية الكوتش جمال الماضي مع المنتخب الوطني الجزائري. طبعا رسميا جمال الماضي غادر اليوم مقر سيدي موسى الذي كان يعني مستقر فيه جمال الماضي بعد عودته من الكوت ديفوار. طبعا بالماضي اتجه اليوم عائدا إلى قطر في رحلة مع الخطوط الجوية القطرية، وغادر بالماضي اليوم حوالي الساعة
الرابعة ونصف بتوقيت الجزائر، ورسميا الماضي لم يفسخ عقده مع الفاف وما زال مرتبط بعقد إلى غاية سنة 2026. ممكن بالماضي شفهيا قال بلي أنني أستقيل من تدريب المنتخب الوطني الجزائري، ولكن بالماضي من الناحية العملية مازال ما استنياش على ورقة تثبت بلي أنه رسميا بالماضي فسخ العقد نتاعو بالتراضي مع الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وهذا مما يكذب لنا الأخبار اللي انتشرت مؤخرا وقالوا بلي أنه بالماضي فسخ العقد نتاعو مع الاتحاد الجزائري لكرة القدم. والدليل على كلامي هو أنه الفاف لحد الساعة ما قدرتش تخرج ببيان رسمي بلي أنه المدرب هذا فسخ العقد نتاعو، يعني حاليا مازال مرتبط الى غايه سنه 2026 ما دام انه لم يمضي على اي عقد لحد الساعه. بالماضي سيخرج في لقاء صحفي مع احد القنوات القطريه للحديث عن كل شيء. اما بالنسبه للطاقم الفني الخاص بالمنتخب الوطني الجزائري، سنياو اعزائي كرام وفسخوا العقود نتاعهم واخذوا مستحقاتهم، بقي فقط بالماضي من يرتبط ب يعني عقد مع الاتحاد الجزائري لكره القدم. المهم والاهم بالماضي عندما يعني راح يكون في قطر في الايام القليله القادمه سيضع النقاط على الحروف في هذا اللقاء الصحفي الذي سيبرمجه، وايضا سيكشف عن مفاجات بالجمله سيفجرها جمال بالماضي للجمهور الجزائري ويكشف له الحقيقه الكامله بخصوص ما حدث في الكواليس والتي ساهمت في إخفاق المنتخب الوطني الجزائري في بطولة كأس أفريقيا، وراح يعني يفضح كل شيء كان ضده في الآونة الأخيرة، من كان يخدم معه من قريب ولا من بعيد، كل شيء أعزائي الكرام نظن باللي أنه بالماضي سيفضحه للإعلام، فقط باه يوري للشعب أعزائي الكرام ماذا كان يحدث له في الآونة الأخيرة في الكواليس. حاليا أعزائي الكرام هنالك سيناريو منتظر من الاتحاد الجزائري لكرة القدم. السيناريو الأول، إذا لم يتم فسخ العقد الخاص بالكوتش جمال الماضي سيبقى المدرب حسب القانون مدرب المنتخب الوطني الجزائري، يعني حسب الحاله القانونيه بالماضي ما دام ما سنياش على عقد يعني فسخ العقد عفوا اعزائي الكرام او على وثيقه تثبت فسخ العقد نتاعو، يعني راح يبقى مع المنتخب الوطني الجزائري. ممكن أن الاتحاد راح يعني يتوصل الى حل بين الطرفين وتعود المياه الى مجاريها ويواصل بالماضي المهام نتاعو كمدرب، العلم لله. يبقى هذا السيناريو يعني مطروح لحد الساعه. والسيناريو الثاني هو انه يمكن للفاف فسخ عقد بالماضي من طرف واحد، وهنا يمكن لبالماضي الصعود للفيفا لكي يشتكي بالاتحاد الجزائري لكره القدم الفاف ويطالب بمستحقاته مثل اي مدرب اخر. وطبعا بعض الناس سمعتهم قالوا باللي انه بالماضي يريد ويطالب باموال طائله باه يستقيل. ازاي كرام يعني المنطق واش يقول؟ سابقا بالماضي قبل ما يجي يدرب المنتخب الوطني الجزائري او ايضا بعد اقصاء المنتخب الوطني الجزائري من الكان الماضي، بالماضي وصلته عروض ضخمه من السعوديه وقطر بمبالغ ضخمه، لو كان همه المال ازاي كرام لكان يعني يفسخ العقد نتاعو سابقا وما يجددش العقد نتاعو الى غايه سنه 2026 ويقبل الاموال الطائله في قطر. انا بالنسبه لي اعزائي الكرام هذا هو المنطق، بالماضي كانت عنده فرص باه ياخذ اموال طائله وبعيد كل البعد عن البلبله والصحافه والى اخره، ولكن هو حب يبقى مع المنتخب الوطني الجزائري وصلت امور اعزائي الكرام عرقلت مساره مع المنتخب الوطني الجزائري وتاسف لما حدث في الاونه الاخيره. فحاليا كما قلنا هنالك سيناريوهان منتظران، بالماضي من ناحيه قانونيه مازال مرتبط مع الاتحاد الجزائري لكره القدم، اذا راح يسني على فسخ العقد ثم اعزائي الكرام الاتحاد الجزائري يمكن انه يجيب مدرب جديد. اما بالنسبه للسيناريو الثاني اللي تكلمنا عليه قبل قليل، يمكن انه الفاف يعني تفسخ العقد من طرف واحد وبالماضي عنده الحريه التامه في التصرف اعزائي الكرام بعدما يعني سيفسخ له العقد نتاعو على سبيل المثال من طرف واحد، عنده امور قانونيه اخرى قادر ياخذها اعزائي الكرام، ويعني توصل القضيه هذه وين ما رحب جمال بالماضي لانه قادر يطالب بحقوقه الخاصه به كمدرب، لانه في العقد اعزائي الكرام ما كانش هنالك بند او يعني شرط اذا راح تخرج من دور المجموعات في بطوله كاس افريقيا الحاليه يعني سيفسخ العقد تلقائيا، لا ما كانش هذا الشيء اعزائي الكرام، وهذا مما جعل بالماضي يريد البقاء، وخاصه بعدما انه بالماضي خرج بتلك الطريقه من الباب الضيق صراحه. يعني وهذيك اللقطه اعزائي الكرام قلت لكم في الفيديو السابق تاع ليله امس، ما نظنش بلي انه مدرب اخر جديد راح يجي يمثل ولا يدرب المنتخب الوطني الجزائري بعد ما حدث له بالماضي اللي كان يفوز تقريبا في كل مباريات، ستة سنوات خسر فقط في ستة مباريات، عاملته الصحافه وكذلك بعض الجماهير بتلك الطريقه، المدربين راح يوليوا يخافوا بطبيعه الحال. ما نطولش عليكم، ننتقل حاليا الى الخبر الموالي ونشارك معكم تصريحات وحيد حاليلوزيتش مع موقع جول العالمي. طبعا صرح قائلا هذا المدرب بلانه
لحد الساعة مازال يعني يفكر وش راح يعود إلى الميادين قائلا سأرى، وكذلك أيضا بخصوص يعني عودته لتدريب المنتخب الوطني الجزائري، وإذا ما كان قد تلقى اتصالات من الاتحاد الجزائري لكرة القدم. صرح باللي أنه في الآونة الأخيرة تلقى العديد من والعشرات من يعني العروض باش يدرب منتخبات، ولم يذكر المنتخب الوطني الجزائري أو هوية أي منتخب اللي وصلته العروض من أجل الشفافية، وقال يعني أنا حاليا أنظر إلى هذا يعني العقود وكذلك لك ايضا لهذه الطلبات وهذه العروض وساقرر من بعدها. وكما قلنا فحيد حالي لوزيتش ما قررش انه يدرب المنتخب الوطني الجزائري وذلك بصفه رسميه نظرا لاكتضاض العروض التي تهاطلت عليه، وقال بلي انه هذه لاول مره في حياتي تتهاطل علي العديد من العروض بهذه الطريقه. ننتقل حاليا الى الخبر الموالي، لانه في الاول الاخير عزيزي الكرام سمعنا بلي انه مدربين كثر على طاوله الفاف، من بينهم وحيد حالي لوزيتش اللي ممكن وصلوا عرض ولحد الان ما زال يدرس فيه، وكذلك ايضا عدنان زين الدين زيدان اللي اصبح مطلب بالنسبه للاتحاد الجزائري لكره القدم حسب الاعلام الفرنسي الظاهر امامكم. المهم التقارير الفرنسيه كشفت الجديد بخصوص قضية تعاقد مع زين الدين زيدان، طبعا مسؤول الاتحاد الجزائري لكرة القدم حسب موقع RMC وكذلك ليكيب الفرنسية وأونز مونديال والعديد من المصادر الفرنسية، مسؤول الاتحاد الجزائري التقوا بوكيل أعمال زين الدين زيدان، وزين الدين زيدان رفض العرض مرة أخرى وبأدب. يعني زين الدين زيدان رفض الجزائر مرتين وتدريب المنتخب الوطني الجزائري مرتين، عنده أهداف مسطرة مثل ما أكد لنا هذا المصدر، هو يريد تدريب المنتخب الفرنسي وينتظر عرض من منتخب فرنسا. وطبعا أكد نفس المصدر قائلا بعد الوصول لطريق مسدود مع زين الدين زيدان ووكالة أعماله، الاتحاد الجزائري لكرة القدم حاليا معجب بالسيرة الذاتية الخاصة بالمدرب الإسباني لوبيتيغي ومدرب وولفرهامبتون السابق. يعني هذا المدرب الاسباني هو اللي عجب الاتحاد الجزائري لكره القدم حسب هذه المصادر، وانا بالنسبه لي هذا المدرب سيفشل. علاش؟ لانه ما عندوش خلفيه مع المنتخبات الافريقيه، وما عندوش خلفيه ايضا مع الانديه الافريقيه، وما عندوش تجربه في القاره السمراء، فجيبوا لي بهشي روحه واش قادر يعني يدرب منتخبات في القاره السمراء. المنتخب الوطني الجزائري نظن بانه ليس حقل تجارب، ما دام انه حاليا ممكن على سبيل المثال بالماضي يفسخ العقد تاعو ونجيبوا مدرب جديد، جيب لي مدرب انا ماذا بيا كمناصر للمنتخب الوطني الجزائري يكون عندنا مدرب عنده خلفيه كبيره عزيزي الكرام يعني في التدريب في القاره السمراء، وعنده خبره وعنده ايضا نظره ثاقبه عزيزي الكرام في القاره السمراء، ويعرف كيف يلعب وكيف تلعب المنتخبات الافريقيه. يعني ما نجيبوش على سبيل المثال مدرب لاول مره سيقود منتخب في القاره السمراء، هكذا عزيزي الكرام رانا نجربوه، ونحن لا نريد تجريب مدربين بل نريد منتخب يخلف مكانه بالماضي اذا بالماضي فسخ العقد نتاعو، يمسكوا عزيزي الكرام المنتخب الوطني الجزائري ويقودنا نحو التتويج بألقاب ولا تحقيق نتائج ايجابيه على الاقل. وطبعا بالنسبه للمعلق عبر مواقع التواصل الاجتماعي لفتني التعليق نتاعو، اكد قائلا باللي ان الصحافه اكلت راس بالماضي بخصوص المرتب السنوي الذي كان يتقاضاه مع الخضر، ولكن يفاوضون حاليا في زين الدين زيدان بشكل عادي والذي يعتبر اغنى المدربين في العالم. صراحه انا اتفق مع التصريح الماضي، يعني الصحافة ما نتكلمش على جميع الصحافة ولكن معظم الصحافة كانت أكلت الرأس نتاع بالماضي بخصوص المرتب السنوي الخاص به، ولكن زين الدين زيدان ما شفتش عزيزي الكرام ولا الصحافة اللي كانت تتكلم عن بالماضي بهذه الطريقة قالوا باللي أنه لا هذا السيد راح يخلص مبالغ طائلة وإلى آخره. يعني فقط غير باه تعرفوا بالماضي الضغط اللي كان يعيشه كيف يعني مدربا للمنتخب الوطني الجزائري. على كل حال أكتفي بهذا القدر، أتمنى أن هذا الفيديو قد نال إعجابكم، دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام.